يبدو أنه لا مناص من قول الحقيقة عارية. أقول لك رأيي بصراحة، إنما الجزيرة والله لئن قتلت ما أخذت لي دمي إلا لك. تصور لو أنهم يفسدونك ويتركون دمك يسيل قطرة قطرة، ومقابل كل قطرة عائلة أو قبيلة بأكملها. تلك هي دية واحد مثلك أو مثل كليب بالنسبة لي. أنت؟ نعم أنا مرة بن ذر، ما جئت إلا لهذا. أنا أريدك أن تقتلني. وأنا لن ألبي طلبك، سأطيل عمرك لكي أحرق قلبك على من تبقى من أولادك. سأقتلهم أمام عينيك وسأجعلك تبكيهم واحدا واحدا. لماذا؟ ثأر أخي. أخوك قتله جساس وجساس مات. حتى لو مات ألف جساس فكليب ما زال قتيلا ودمه ما زال حارا. وهذا ليس في طاقتنا. ما كان لكم أن تقدموا على ما لا طاقة لكم عليه. كليب، كليب كله كله يموت. أي موت يستطيع إنهاء كليب؟